هي ما كيصوروا الناس على اللحيه الاخوان، حتى كنكون خارج لبرا. سمير وكذا شنو تي اللحيه بطبيعه الحال، حيت كيما عارفين تقريبا كاملين انا واحد الانسان اللي ما كانش عندي اللحيه، ما نحلفش على واحد المستشفى القوي ديما هي اللي كانت عندي، وهذا الدليل انتم كتشوفوا قدامكم. المشكله الجواب ولا شنو درت لراسي باش ولات عندي اللحيه، راني جاوبت عليه، ما درت العمليه الجميل، ما درت حتى حاجه. الحاجه اللي درت راني بارطاجيت هذه اكثر من عام في واحد الفيديو، مي مازال هذا السؤال الاخوان كيتكرر في لي كومونتير. الناس اللي كنتلاقى برا، عندي خارج برا مع مرين الدار في السوق في السوبر مارشي فين ما مشيت، سمير اللحيه كي درتي ليها، سمير البلوطيه كي درتي تهنيتي من الناس، وبزاف من هاد الاسئله اللي كيما قلت لكم جاوبت عليها في واحد الفيديو قبل. مي غنخصص هذا الفيديو الله يرضي عليكم من هذا الفيديو، كنتمنى ما نلقاش هذا السؤال. دونك بلا ما نطولوا، البرودوي اللي استعملت هو، قبل ما نكتشف البرودوي اللي ديجا اصلا بارطاجيتو معكم، خلينا من كاع الخرافات ديال الثومه البصله كاع دوك مساحيق الاستعمال اللي كنستعملو حنا المغاربه، خليونا على ابار الله يرضي عليكم. اللي في يدينا الاخوان واحد البرودوي اللي تقدر تبحث عليه، كيركلاند مينوكسيدير، المهم انه كاين حتى في لي فارماسي عندنا وبارا فارماسي كذلك، غير هو اللي في بارا فارماسي بالتجربه ديال بزاف ديال الناس ما صدق لهمش، دونك ما كنصحكمش به. الحاجه اللي غنصحكم بها بطبيعه الحال هي اللي جربت انايا، مينوكسيدير من شركه كيركلاند. بطبيعه الحال في صحابي كاملين انا الوحيد اللي اخذت الواجهه القدام واستعملت البرودوي انا الاول، اكتشفوا نتيجه فيا، عاد هما استعملوها، انتم تقدروا تشوفوا. اجي واتفق. هذه ريزولت اقسم بالله ديال شهرين ونص، عندي لكم التصويره هنايا ديال كيفاش كان قبل. علاش التصويره ديال القلب؟ كاينه صافي تلقاوها فوق من البرودوي ديجا، راه ماشي ديال ماشي ديال اللحيه. هو راه كدار حتى الشعر. كدار الشعر، كدار الناس اللي عندهم مثلا اللحيه ديجا عنده ولكن ما عامرش بزاف. اسمح لي قطعتك، الناس اللي عندهم الخويانات دوك الخويات دوك كاركاع، شوف شي دير هنايا البرودوي غيطون لك هنا الزهره. دونك اتونسيون باش تكون كدير البرودوي، حذاري ديريها في هذه البلاصه ديال انت اللي باغي تطون فيها اللحيه، جوج مرات في النهار لمده شهر غادي تشوف النتيجه. انا متاكد الا ما بان لكش النتيجه من بعد شهر اجي ريبورتي على لاشين، انا كنقول لكم من هنا. بداو البرودوي مع امير، غادي تبقاو تشوفوا عندي ستوريات هكا من بعد واحد السيمانه ولا سيمانه، غادي تشوفوا واش كاين شي صغيبات ولا والو. واش بان لك بعد فلاش؟ واه صحراء قاحله. الفيديو تفرجتوا فيه راه 3 سيمانات باش تصور، دونك 3 سيمانات شنو وقع موراها. تبارك الله زعما ما حد ما حسيتش انا مازال فتحت بوك، دونك صاماش حنا غاديين. من بعد 3 سيمانات يا امير يا سلام كيما الحياه الاخوان. في الاخر هذا الفيديو بطبيعه الحال غنوريك منين تقدر تشريه، وتا في الفيديو اللي كنت بارطاجيت معكم هذيك اكثر من عام كنت دويت عليه غير بالزربه، حيت كان فيديو كيو اند اي ما عطيتوش حقه وما قلتلكمش طريقه الاستعمال مزيان. طريقه الاستعمال بسيطه بزاف، بعد ما كنحلوه كتلقى فيه 6 قراي، كل قراعه كتدي لك شهر الاستعمال، دونك باك غياخذ لك شحال 6 شهور. في وسط البواطه بنفسها كتلقى هاد التويشيه هادي اللي فيها 1 ميلي مكتوبه. شنو كندير هاد 1 ميلي؟ كنهز القراعه كناخذ 1 ميلي وكنديرها جوج مرات في النهار، وكل مره كنخليها في وجهي 4 سوايع. صافي سالينا، وي صافي سالينا، جمع داك الفيديو اخر. طريقه الاستعمال سهله بزاف، شنو كتسنى شي حاجه معاك؟ كاين تفاصيل اخرين في الاستعمال، بحال مثلا ما تخرجش في الشمس، ما تخرجش به وانت مدير شحال من حاجه واحده اخرى، ما تقيش وجهك بالماء. واهم سؤال اللي غنجاوب عليه في هذا الفيديو هو واش هذا البرودوي ديال البنات، حيت بزاف ديال الناس شافوا قايده غيتا كديروا شعرها، وكي كانت عندها واحد الشطابه قبل دابا شعرها تبارك الله كي داير بفضل البرودوي، وكذلك ساري كول حتى هي نفس الحاجه كيولا شعرها من بعد البرودوي حيت شافت القايده غيتا استعملته. مي الناس قبل ما شي كامل شافوا عندي، داكشي باش كنظن واقيلا رجعوا عندي جاو يقولوا لي خويا هذاك البرودوي واش ديال الحياه ولا ديال الراس. اخوان هو هنايا كما كتشوفوا راه مرسوم فيه الراس، مي ناس استعملوه للحيه مطلوب اللحيه بحالي انايا بطبيعه الحال، ماشي انا الاول، شفت ناس داروه جربت راسي. انتوما كومونتير اخر ولا هضره اخرى كتعاود على مينوكسيدير، واش كاين خطر ديال ان اللحيه ما تبقاش عندك من بعد توقف الاستعمال المينوكسيدير؟ الدليل هو قدامكم، قسما بالله ما حتفش الحلوف، ما عمري ما حلفت شي فيديو، ما هذا الفيديو حلف فيه قسما بالله الى اكثر من 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور ما بقيتش استعملت البرودوي، ومازال انا كيما هو الزغبه كنجبدها ما كيبان حتى شي حاجه في يدي. الفيديو كان توضيح وصافي باش تبقى تلقوني برا في الزنقه، ما تبقاش تسولني اني نوتي الحياه، انا ما بغيتش اخويا بنادم كاع يعرفني. صافي هكا نضحك معكم. الحاجه الثانيه اللي كنت قلت لكم في الاول الفيديو الطريقه باش تشتريه سهله بزاف، هاد النمره هادي كتوصل معاهم في واتساب، السميه العنوان هذا توصل عندك حتى للدار وخلصوا وبصحه وراحه. ما نطولش عليكم بزاف في هذا الفيديو، خليكم معنا في الكونتنت ديالنا اللي برانك الحماق، هذا نتلاقاو في الزنقه. سلامه.